الرئيس السيسي يستعرض نتائج مؤتمر المناخ ويتابع المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار التداعيات العالمية. شكري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويستعرض جهود مصر لحل حالة الأزمة. الكرملين يرحب بعرض الفاتيكان للتوسط في حل الصراع، والبنتاغون يدرس تزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة لمساعدتها في العمليات. 9:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والتي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ كوب 27. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة توفي الوطنية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية. وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن منصة نوفي قد لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد. وقد وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين، لا سيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية، ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي، حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج نوفي وهي المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قطاع النقل. وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، أوضحت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التيارات المناخية. أما عن محور الطاقة فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، كما وجه السيد الرئيس بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية. وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتباطؤ معدل النمو العالمي وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية. وقد أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل. وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة. كما عرضت السيدة وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة، خاصة مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة 1 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها. وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص. كما اطلع السيد الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والتي ستتم تحت رعاية السيد الرئيس. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في حفل يوم الجمهورية الهندي المقرر عقده يوم 26 من يناير 2023، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأعلنت وزارة الخارجية أن تلك الدعوة الكريمة تعكس التقدير المتبادل بين البلدين على مستوى القيادة وما يوليه الجانبان من اهتمام بالارتقاء بالعلاقة بينهما. هذا وتحتفل مصر والهند هذا العام بذكرى مرور 75 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما وجهت الهند الدعوة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين في عام 2022-2023، وذلك في إطار تميز العلاقات بين البلدين. أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العمليات السياسية والمسار الدستوري والأطر القانونية وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار. جاء ذلك خلال لقاء شكري الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي. وعرض شكري خلال اللقاء الجهود المستمرة التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر بإخلاص لحلحلة الأزمة، لا سيما من خلال استضافتها مؤخرا لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. ومن جانبه استعرض باتيلي الجهود والاتصالات التي يقوم بها إلى الساحة الليبية وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، كما أعرب عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا، وأكد على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد. وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة البيانات الأولية للوزارة والتي تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية وهي استمرار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية. أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في مصر جيرمي هوبكنز بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية، كما أشاد ممثل اليونيسف في مصر بزيادة الوعي في مصر بأهمية العمل بشأن تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي. وأكد هوبكنز أن حلول يونيسف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتي تم عرضها في مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ COP27 تتمثل في مشاركة الشباب والأطفال في المناقشات الفعالة، مثمنا تعهد مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وتحولها للأخضر عبر رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وأوضح المسؤول الأممي أن مشاركة يونيسف مصر في الدورة 27 لقمة المناخ جاءت لضمان الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال والنشء والشباب وحقوقهم، ولتعزيز مناهج تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجاً. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.
وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 565 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 816 طن مواد غذائية. في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 107 أطنان، وفي مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 641 طنا، كما تم ضبط قرابة 69 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فيما تم ضبط 919 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و173 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بخاصة حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 73 طن مواد غذائية متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء، كما تمكنت من ضبط 89 طن مواد غذائية متنوعة قام المسؤولون عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، ونجحت في ضبط 53 طن ونصف طن أرز أبيض ودقيق أبيض وملح طعام تم تجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بحوزة قائد سيارة ومالك مضرب أرز بدون ترخيص بكفر الشيخ ومالك مضرب أرز بالإسماعيلية، وكذا المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية. وتمكنت من ضبط 67 طن دقيق أبيض قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ومع استمرار الحملات الأمنية للتصدي لقضايا حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 طن سكر تموني محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية ومالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية تمهيدا لإعادة بيعها على أنها سكر حر، واستولي بذلك على الدعم المخصص لها. وضبط قرابة 35 طن دقيق بلدي مدعم قام المسؤول عن مخبز بلدي وقائد سيارة بالقليوبية بالاستيلاء عليها ببيعها بالسوق السوداء، واستولي بذلك على الدعم المخصص لها. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 56 طن ونصف طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بشمال سيناء والجيزة، وتمكنت من ضبط 58 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالمنوفية وسوهاج، وضبط 33 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وسوهاج. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع ومالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالغربية، ونجحت في ضبط أكثر من 15 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 12 طن ونصف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالغربية والقليوبية. وإلى الشأن اليمني، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ سيتوجه إلى سلطنة عمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن،
وأضافت الخارجية الأمريكية أن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب، داعيا قوات الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتهم على المواني اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط مخططة إرهابية لاستهداف المواطنين في مناطق حزام بغداد. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، قال إن منطقة حزام بغداد من أهم المناطق الحيوية بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة. وأضاف أن القوات العراقية نفذت عمليات نوعية استباقية، وكما إن ليلية ساهمت بشكل كبير في إحباط مخططات الإرهابيين. من جانبه أوضح قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن عماد المالكي أن قوات الجيش نفذت عمليات نوعية ضد الخلايا الإرهابية أسفرت عن تدمير أوكار ومخابئ للإرهابيين في الطارمية، مؤكدا قتل إرهابيين حاولوا التسلل وتنفيذ عمليات إرهابية. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن الكرملين أنه يرحب بعرض الفاتيكان للتوسط في التفاوض لحل الصراع الأوكراني، لكن موقف كييف يجعل ذلك الأمر مستحيلا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه بالنظر إلى الأمر الواقع والموقف القانوني الذي يبديه الجانب الأوكراني، من الصعب تحقيق ذلك. وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد أعاد التأكيد قبل 10 أيام على استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للتوسط ووضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية اليومية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية علاقة التعاون مع كازاخستان في سائر المجالات، خاصة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية. وخلال كلمته أمام المنتدى 18 للتعاون بين روسيا وكازاخستان، أشار بوتين إلى أن بلاده تتطلع لفتح آفاق جديدة في التجارة والتصدير والاستيراد، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس كازاخستان مسألة رفع القيود عن التعاون التجاري بين البلدين، كما أشار إلى النمو الكبير في التجارة بين البلدين، حيث شهد العام الماضي نموا بنسبة 35%. تدرس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة. وأوضح كبير مشتري الأسلحة بالجيش الأمريكي داغ بوش أن القنابل تتميز بأنها صغيرة ورخيصة، يتم تثبيتها على صواريخ يصل مداها إلى 50 كيلومترا، مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها، فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة. وقالت مصادر في الصناعة إن المنظومة التي اقترحتها بوينغ هي واحدة من حوالي 6 خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سكان مدينة خرسون ما يزال يعانون من قصف يومي بالمدفعية الروسية، على الرغم من استعادة كييف المدينة. وأضافت الوزارة أن الكثير من الضرر قد لحق بمدينة خرسون بسبب استخدام روسيا لقاذفات صواريخ متعددة، وذلك في أحدث تقاريرها الاستخباراتية حول الأزمة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المدينة الساحلية معرضة للخطر، حيث لا تزال في نطاق معظم أنظمة المدفعية الروسية التي تطلق الآن من الضفة الشرقية لنهر دامبرو. Thank you.
أعلنت أوكرانيا أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت بسبب الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية. وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني يفهين يينين إن نحو 520 منطقة تواجه الآن مشكلات في إمدادات الطاقة، وتضرر حوالي 32 ألفا من الأملاك المدنية، معظمها منازل منفصلة ومجمعات سكنية، مشيرا إلى أنه تم شن 3% فقط من الضربات الروسية على منشآت عسكرية. قالت أوكرانيا إن القوات الروسية فشلت في الحفاظ على سيطرتهم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودلياك أن الجيش الروسي سوف يتقهقر عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث يتراجع خط دفاعه تدريجيا باتجاه حدود روسيا. من جهتها وصفت الإدارة المعينة من موسكو الأنباء عن إمكانية انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا بالأكاذيب. В якихось військових атаках на якісь військові об'єкти, що абсолютно взагалі не має відношення до зернової ініціативи як такої. Турецька республіка і ООН проявили абсолютно жорсткість в тому, що угода має діяти, і це довело, що التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الصين تشهد تظاهرات احتجاجا على سياسة صفر كورونا، والأمم المتحدة تدعو بكين إلى احترام حق التظاهر السلمي. انخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية في نوفمبر، وتراجعت توقعات المبيعات للشهر المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صحية خلال جائحة كورونا. قالت شركة غازبروم الروسية أنها ستشحن 42 مليون و200 ألف متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، بانخفاض طفيف عن مستوى أمس البالغ 42 مليون و600 ألف متر مكعب. من ناحية أخرى، سحبت غازبروم تهديدا بخفض إمدادات الغاز إلى مولدوفا، لكنها قالت أنها تحتفظ بالحق في خفض أو وقف التدفقات في المستقبل إذا لم تسدد مولدوفا المدفوعات المتفق عليها. وفي الأسبوع الماضي اتهمت شركة غازبروم أوكرانيا بوقف إمدادات الغاز التي تمر عبر البلاد في طريقها إلى مولدوفا، وهو أمر نفته كييف. أشارت صحيفة لابان غورديا الإسبانية إلى أن الأسرة الإسبانية تعاني من وضع غير مسبوق بالنسبة لأسعار الغذاء المستمرة في الارتفاع، حيث زادت الأسعار في أكتوبر الماضي بنسبة 16% مع توقعات باستمرار الارتفاع للفترة القادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن نقص الأسمدة والمواد الخام بسبب الأزمة الأوكرانية إضافة لتغير المناخ وموجة الجفاف أدى كل ذلك إلى نقص إنتاج بعض المحاصيل الزراعية الأساسية وبالتالي زيادة الأسعار. أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية في أستراليا خفض مستوى التهديد الإرهابي من محتمل إلى ممكن للمرة الأولى منذ عام 2014. وقال مدير عام الجهاز مايك بيركز إن القرار لا يعني انتهاء التهديد، حيث إن هناك أنشطة عبر الإنترنت تتضمن أشخاصا يبحثون عن كيفية صنع القنابل والتدريب باستخدام الأسلحة، مشيرا إلى إمكانية رفع مستوى التهديد مرة أخرى. Although of course my organization will literally work around the clock to prevent that from happening. ASIO is still investigating and tracking Australians who embrace violent extremist beliefs.
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الصينية إلى عدم الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين الذين يحتجون سلميا على القيود الصحية. ويأتي هذا على خلفية تجمع عدد من المتظاهرين في مدينة تشانغدو الصينية لرفض قيود سياسة صفر كورونا التي تتبعها الصين. وقد امتدت التظاهرات المناهضة لقيود سياسة صفر كورونا إلى العديد من المدن الصينية مع تجمع حشود في بكين وتشانغدو وشانغهاي. ونبقى في الصين، حيث أعلنت اللجنة الوطنية في الصين تسجيل خامس رقم قياسي على التوالي في إصابات فيروس كورونا اليومية، والذي بلغ 40347 إصابة جديدة بالفيروس. وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة في اليوم السابق، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 5233 حالة وفاة. ولا تزال عدة مدن كبرى تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع استمرار تسجيل مئات الإصابات في مختلف المدن على مستوى أنحاء البلاد. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة العيد الوطني 52 لسلطنة عمان ومرور 50 عاما على بدء العلاقات المصرية العمانية. وخلال كلمته دعا رئيس مجلس الوزراء الحكوميين وغير الحكوميين إلى اعتبار هذا الاحتفال بمثابة نقطة انطلاق لمسار جديد تخطو فيه العلاقات والاقتصاد بين البلدين إلى آفاق جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة والتعاون في المشروعات الاستراتيجية وقطاعات النقل والخدمات المالية وغيرها من المجالات. استكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. وخلال الجلسة أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يؤكد رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من عدد من نواب المجلس في ذات الموضوع. خلال الجلسة أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يؤكد رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. النهاردة تكون بداية حقيقية، ولكن نحتاج فيها لجزء من التطبيق، ويمكن ده لمسناه أو طلبنا به في اللجنة أن يكون على الحكومة أنها تصدر لائحة تنفيذية حقيقية
وقابلة للتطبيق تعالج كل المشاكل الخاصة بالتنفيذ خلال الفترات الأخيرة. هذا القانون يا رئيس يمكن يكون بالفعل انفراجة أو يكون نموذج حقيقي يمثل إزاي نقدر نحافظ على هيبة الدولة وفي نفس الوقت نحقق صالح المواطن، وخصوصا أنه يلمس أكبر قدر من احتياجات المواطنين. كما أكد عدد من الأعضاء أن مشروع القانون يعالج إشكاليات القانون القائم من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وعدم إهدار الثروة العقارية. إن هذا القانون جاء معبراً عما يجيش في صدور أهالينا في كافة ربوع مصر، وهو نقطة مضيئة تحسب إلى الحكومة، وإن كان قانوناً استثنائياً إلا أنه راعى البعد بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحق المواطن والدولة. مشروع القانون الجديد إن شاء الله يحفظ أموال المواطنين، لأن الوحدة المقننة لا شرعية في البيع في السوق العقاري بخلاف الوحدات المخلفة، فكل الشكر للحكومة على أنها قامت بتقديم هذا المشروع. وبعد المناقشات والمداولات وافق المجلس على رفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكنية أو محال أو أي مشروعات أخرى، وانتهت الجلسة العامة بالموافقة على 5 مواد إصدار لمشروع القانون، إضافة إلى المادة الأولى وبعض بنود المادة الثانية من المواد الضمنية، على أن تستكمل المناقشات بجلسة الغد. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون التصالح، مشددين على ضرورة إنجازه بشكل سريع. هو قانون مهم جدا لأنه متعلق بعدد ملايين الأسر، حوالي 3 مليون أسرة. نسبة الناس اللي وفاء أوضحهم في القانونين السابقين للتصالح أقل من 4%. مهم كمان أن احنا ننجز عملية التصالح بسرعة، لأنه الدولة شغالة على قدم وساق في موضوع الترفيق، تعبيد الطرق ورصفها في القرى عن طريق حياة كريمة وفي المدن وغيرها. فالمرافق لو اتأخر ادخالها هتحصل مشكلة كبيرة جدا، فإحنا نحتاج نكسر الطرق دي تاني ونوصل تاني ونصلحها تاني. فإحنا يعني كلنا مهتمين حقيقي في المجلس إن إحنا نطلع قانون المرة دي يكون قابل للتطبيق. فلسفة القانون بتقوم على التوافق ما بين الصالح العام والخاص. يعني أيوة نريد التسهيل لإجراءات المواطنين اللي بالفعل تم مخالفات لها، ولكن في نفس الوقت هناك صالح عام لا يمكن تجاهله، الحفاظ على التراث المعماري، ومصر من الدول التي لها تراث معماري عريق جدا. التراخيص بتطلع للعقارات تحتها أسفلها جراج، حتى ده بيحفظ حقوق الملكية لمشتري الوحدات العقارية داخل هذه العقارات، إن ليه وحدة داخل الجراج وبيدفع ثمنها، فده برضو يبقى برضو حفاظا على حقوق الملكية للأفراد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وأكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعي ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات، مشددا على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر يوم 14 من يناير المقبل وحتى 26 من الشهر ذاته، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلن عنها مسبقا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستكون بنظام الكتاب المفتوح واستخدام كتيب المفاهيم مثل العام الماضي وبنفس الدرجات في المواد مع اختلاف عملية توزيع الدرجات. وأكد وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أن التعريب مستمر هذا العام،
وسيكون هناك ورقة بابل شيت بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية، والتي ستكون بنسبة 15% من الامتحان، مشيرا إلى أن التصحيح سيكون من خلال المدرس، وستكون الدرجة موزعة على الإجابات، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نماذج امتحان الثانوية العامة عقب إجازة نصف العام لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، مؤكدا أن الطالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عليها. عدد الأسئلة في كل مادة مثل العام الماضي أيضا، لكن عدد الدرجات المخصصة للأسئلة اختيار متعدد بقى عليها، اللي عليها واحد بقى أكتر شوية، عشان ودي بتدي أريحية أكتر للطالب، لو غلط في سؤال يبقى بإيه؟ بدرجة مش بدرجتين ولا بثلاثة. التعريب مستمر هذا العام، موضوع التعريب إن إحنا المادة هتبقى بالإنجليزي وجنبها باللغة الإيه العربية، الطالب هيتسلم كراسة أسئلة مثل العام الماضي وبابل شيت وورقة تانية منفصل، بياناته على البابل شيت وبياناته على الورقة التانية المنفصل، البابل شيت للإجابة على الأسئلة اختيار متعدد، والورقة التانية هتبقى للإجابة الأسئلة الإيه المقالية. الأسئلة المقالية نصيبها 15%، فبالتالي عدد الناس اللي يلزم لتصحيحها إلي، يعني ما في حاجة بسيطة جدا. تاني حاجة إن إحنا هناخد سكان من الورقة دي نديها على الاثنين معلمين على الكمبيوتر بتاعها بس، خلاص. يعني مش التصحيح للورق، مش في برنامج بيصحح المقال، لا، مدرس معلم هو اللي بيصحح الايه المقال. نظم فريق مؤسسة حياة كريمة ماراثون سيتي رن بأسوان بمشاركة المئات من شباب وأطفال المحافظة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة بمحور الرياضة، والذي يعد من أهم المحاور التي تركز عليها المؤسسة في جميع محافظات الجمهورية. نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بالمسرح الروماني بكورنيش النيل بمحافظة المنيا، وذلك لإدخال الفرحة على 100 عروس ضمن مبادرة يدوم الفرح. وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا. عقدت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي مع أهالي عدد من قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول ما يريدون تنفيذه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد أبدى جميع الحضور ترحيبهم بمثل هذه الجلسات، وطرحوا العديد من مقترحاتهم التي يرغبون في تنفيذها من خلال المبادرة، والتي تركزت في مشروعات الصرف الصحي بهذه القرى، وإقامة مدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية، وكذا إنهاء رصف وإصلاح جميع الطرق المؤدية للمركز من الخارج والداخل. نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تثقيفية لطلبة وطالبات كلية التربية بجامعة مدينة السادات. وتم خلال الندوة استعراض أهمية مشاركة الطلاب بمبادرة حياة كريمة من خلال إبراز أهمية المشاركة في أحداث التنمية المستدامة، كما تم تناول إنجازات المبادرة التي تحققت على مستوى محافظات مصر. انطلقت القافلة الطبية الشاملة بمحافظة الدقهلية لخدمة أهالي مركز شربين قرية أم الرزق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضم القافلة 15 عيادة طبية مختلفة، بالإضافة للكشف وصرف العلاج بالمجان، بجانب ندوات تثقيفية مختلفة.
نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الكشف على ما يقرب من 650 مواطنا. وضمت القافلة تخصصات طبية مختلفة بجانب تقديم خدمة الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية متنقلة تتوفر بها كل الأدوية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجرائها مجانا. وتأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمة الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية. هي معظم التخصصات الطبية: البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، بجانب العظام معايا جهاز للأشعة، معمل دم وطفيليات، بجانب وجود صيدلية بها أكثر من 90 صنف من العلاج. الحالات التي تحتاج إلى إحالة يتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للإحالة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تعقد بورصة السلع ثاني جلستها بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً. كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وخلال أولى جلسات البورصة السلعية قد قامت بطرح 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وتم تنفيذ 18 عملية شراء بالفعل. وأوضحت أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع بلغ نحو 28 طلبا. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات مرتفعة. وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 852 مليارا و885 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 71% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 2549 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و53 قرشا للشراء و24 جنيه و61 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 25 جنيه و68 قرش للشراء و25 جنيه و78 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 29 جنيه و66 قرشا للشراء و29 جنيه و77 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.67 جنيه قرش للشراء و6.70 جنيه قرش للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6.52 جنيه قرش للشراء و6.55 جنيه قرش للبيع. في أسواق المعادن، النفيسة تراجعت أسعار الذهب عند 1745 دولار للأوقية. محليا، تراجعت أسعار الذهب 20 جنيه ليسجل عيار 18 نحو 1268 جنيه. بالنسبة لعيار 21، وصل سعره إلى 1480 جنيه. أما عن عيار 24، وصل سعره إلى 1691 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 11840 جنيه.
في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا للسعر الخام الروسي. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 84 دولار و92 سنت للبرميل. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% لتسجل نحو 77 دولار و54 سنت للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 3 دولارات و18 سنت للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل نحو 7 دولارات وسنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع الدولار تراجعا حادا أمام الين اليابانية مع تركيز المستثمرين على احتجاجات في الصين دفعت اليوان إلى أقل مستوى في أسبوعين. هذا واندلعت احتجاجات مناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط 10 قتلى في أوروميتشي بأقصى غرب البلاد. وقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد. كما تراجع الدولار أمام اليورو الذي ارتفع في أحدث تداولاته بنسبة 69% إلى $1.04 ليبقى حول أعلى مستوياته منذ أواخر يونيو الماضي. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا يوسف لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك فاطمة. قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلة المأهولة، قالت إن الصين ستطلق الثلاثاء مركبة الفضاء تشانتشو 15 إلى محطتها الفضائية في آخر مهمة في خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة. وقالت الوكالة إن المركبة تحمل 3 رواد فضاء وإنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قبل رواد الفضاء 3 الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو الماضي. وفي سياق متصل اعتبرت واشنطن أن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي. وقالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب وكأس العالم. وعودة مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نادينا، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا ووقفة مع أخبار الرياضة. تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور 16 من كأس العالم 2022 بعد فوزه على ناظره سويسري بهدف دون رد في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السابعة بالمونديال. بهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد منتخب سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني. فاز المنتخب الغاني على نظيره الكوري الجنوبي ب3 أهداف مقابل 2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم. تتقاسم غانا بذلك الفوز صدارة المجموعة مع البرتغال برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما تملك أوروغواي وكوريا الجنوبية نقطة واحدة. تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الصربي ب3 أهداف لمثلهم ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم. أنهى هذا تعادل سلسلة من 8 هزائم متتالية للكاميرون في المونديال، وبات رصيد كل منتخب نقطة واحدة قبل خوض الجولة الأخيرة. يلتقي المنتخب البرتغالي الآن مع نظيره منتخب أوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم. تشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل السلبي. تنطلق غدا مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وفي مباراة الغد يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي، بينما يواجه المنتخب الهولندي نظيره القطري، وتلتقي الولايات المتحدة مع إيران، في حين تواجه السنغال منتخب الإكوادور.
وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة، وبالتحديد من أمام استاد خليفة، مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك الآن، وخصوصا بعد تألق المنتخبات الإفريقية على مدار اليوم في المونديال. كل التحية ليك يا فاطمة، وكل التحية أكيد لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا من أمام استاد خليفة، إحدى أجمل وأكبر الاستادات اللي موجودة هنا في قطر. يمكن النهاردة آخر يوم في الجولة الثانية في دور المجموعات، اللي يعني خلاص عرفنا النهاردة أن المنتخب البرازيلي هو المنتخب الثاني بعد المنتخب الفرنسي اللي هيقدر يحسم صعوده وبطاقة صعوده من الجولة الثانية، فقط منتخبين من 32 منتخب، وده أن يدل على شيء، يدل على قوة هذه البطولة. النهاردة كان يوم جميل جدا للكرة الأفريقية، بداية من المباراة الأولى اللي كان فيها إثارة وندية ومتعة كبيرة جدا، وهي كانت طبعا مباراة الكاميرون وصربيا. كاميرون النهاردة فاجئتنا بأداء قوي جدا جدا، وتعادل مع المنتخب الصربي 3-3 بعد ريمونتادا، بعد ما كانوا خسرانين 3-1 قدر المنتخب الكاميروني ان هو يعود بنتيجة 3-2 و3-3، وكان قريب ان هو يكسب، ولكن المباراة انتهت بالتعادل. وبعديها طبعا كان في ملحمه من المنتخب الغاني اللي بيقدم اجمل مباراه لحد دلوقتي من منتخب افريقي، طبعا مع المنتخب المغربي اللي شرفنا كلنا امبارح، وبيقدر يكسب المنتخب الكوري العنيد في مباراه كانت سجال كبير جدا جدا بين المنتخبين من اقوى المنتخبات الافريقيه والاسيويه. منتخب كوريا معروف بتاريخه في الكره الاسيويه. النهارده الشوط الاولاني انتهى 2-0، ولكن سريعا الشوط الثاني منتخب كوريا دخل بقوه جدا في المباراه وقدر يتعادل 2-2، ولكن المنتخب الغاني باصراره الكبير جدا قدر يحرز الهدف الثالث عن طريق قدوس. وقدوس ده لاعب اياكس امستردام، اللعيبه اللي ما كانتش موجوده مع غانا من فتره قريبه، زيه زي طارق لامبتي اللعيب اللي بيلعب في برايتون الانجليزي، ودي اللعيبه كلها وكوادر جديده انضمت للمنتخب الغاني واضافت كتير للمنتخب الغاني باداء كان قوي جدا جدا النهارده. وبيقدر المنتخب الغاني بيحصد اول 3 نقاط ليه عشان تشتعل المجموعه دي، ويبقى خلاص كل المجموعه دي ممكن اي حد فيهم يتأهل. المنتخب الكوري ضغط بشده كبيره جدا في اواخر الدقائق، ولكن اصرار لعيبه منتخب غانا قدرت ان هي تحافظ على النتيجه وتخرج بنتيجه 3-2. عاوز احكي لك بقى على المنتخب البرازيلي اللي حسم النهارده بطاقه الصعود الثانيه مع المنتخب الفرنسي. قدر النهارده رغم غياب نجمه الاول والسوبر ستار بتاعه نيمار، ولكن كازيميرو لاعب مانشستر يونايتد قدر يحرز واحد من اجمل اهداف البطوله، علشان المنتخب البرازيلي بيحصد 6 نقاط زي المنتخب الفرنسي، وبيتأهل خلاص بغض النظر عن النتائج اللي هتبقى موجوده في الجوله الجايه. منتخب برازيلي كده بيصعد اكيد للدور الثاني. وحاليا وانا بكلمك دلوقتي في مباراه طبعا المنتخب البرتغالي بكاد كريستيانو رونالدو اللي بيخوض اخر كاس عالم ليه امام المنتخب الاوروغواياني. المباراه لحد دلوقتي انتهى الشوط الاول بتاعها 0-0. عاوز اقول لك على خبر سريع جدا، رئيسه كوريا السابقه كرواتيا، رئيسه كرواتيا السابقه تواجدت النهارده في الدوحه، وكانت موجوده في سوق واقف دعما للمنتخب الكرواتي. الاجواء هنا جميله جدا جدا، والاجواء بدات تبقى بارده شويه. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود شاكر، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لك. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة منتخب ألمانيا بسبب انتهاك لوائح بطولة كأس العالم 2022. هذا وستفرض لجنة الانضباط التابعة للفيفا عقوبات على المنتخب الألماني، وذلك بسبب المؤتمر الصحفي لمباراة ألمانيا وإسبانيا والذي شهد حضور هانز فليك مدرب الماكينات فقط، ولم يظهر أي من لاعبيه، حيث يعد ظهور لاعب على الأقل في المؤتمر الصحفي أمرا إلزاميا، وهو ما لم يلتزم به منتخب ألمانيا. Wenn du Siege einfährst und vielleicht ist es die. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى ليوسف ودينا لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك فاطمة. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة شادية التي رحلت عن عالمنا في 28 من نوفمبر 2017، وقدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 112 فيلما وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية رايا وسكينة، التي أصبحت علامة بارزة في تاريخ المسرح. وفي عام 1984 قررت الفنانة الراحلة اعتزال الفن بعد الانتهاء من تصوير فيلم لا تسألني من أنا، لتسدل الستارة على مسيرة فنية مليئة بالنجاح. أهلا وسهلا،
خطوة عزيزة. يعز مقدارك يا حبيبتي، عن إذنك. ودي تيجي، اتفضلي بيتك ومطرحك. كانت الابتسامة جزءا من ملامحها، أحبها الجمهور بسبب طلاتها الرائعة وموهبتها الفريدة في التمثيل والغناء. إنها الفنانة شادية التي تحل اليوم ذكرى رحيلها عام 2017. الفنانة شادية ولدت في الحلمية الجديدة بالقاهرة، وأطلق الجمهور عليها لقب دلوعة السينما المصرية بسبب تألقها في تقديم أدوارها مثل الزوجة 13 ومراتي مدير عام وعفريت مراتي. بدأت رحلتها الفنية على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، فتقدمت وقامت بالتمثيل والغناء حتى حازت على إعجاب الموجودين في استوديو مصر، ثم قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، وبعد ذلك رشحها المخرج أحمد بدرخان لحلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام النجم محمد فوزي في فيلم العقل في أجازة، في أول فيلم من إنتاجه وأول فيلم من بطولتها وأول إخراج لحلمي رفلة، ليحقق الفيلم نجاحا مدويا، ما شجع فوزي على الاستعانة بها مجددا لتكرار النجاح. وشهد ذلك أفلام صاحبة الملاليم وبنات حواء والروح والجسد والزوجة السابعة. وقدمت شادية حوالي 112 فيلما وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية، فضلا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية. وفي عام 1983 قدمت الجميلة شادية مسرحية ريا وسكينة، وهي المسرحية الكوميدية التي أصبحت علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي. في عام 1984 تقرر دلوعة السينما المصرية اعتزال الفن بعد الانتهاء من تصوير فيلم لا تسألني من أنا أمام النجمة مديحة يسري، لتسدل الستار على مسيرة فنية مليئة بالكفاح والنجاح. وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 22، الصغرى 15، الإسكندرية 22 14، مطروح 21 14، بورسعيد 23 17، إسماعيلية 23 15، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 22 14، العريش 22 16، طابة 22 15، شرم الشيخ 26 19، الغردقة 26 18، وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 28 15، أسوان 29 15، الوادي الجديد 27 13، شلاتين 30 20، حلايب 27 20، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقع غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يستعرض نتائج مؤتمر المناخ ويتابع المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار التداعيات العالمية. شكري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويستعرض جهود مصر لحلحلة الأزمة. الكرملين يرحب بعرض الفاتيكان للتوسط في حل الصراع، والبنتاغون يدرس تزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة لمساعدتها في العمليات. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الفل. ازيك يا دينا؟ ازيك يا يوسف؟ اشكركم يا جماعة والحمد لله على السلامة يا يوسف، واشكرك جدا يا دينا. ما عطلكوش، انا بقى اتوكل على الله. ربنا معك. نبدأ فقراتنا.